حول رعاية الطفولة والاحتفال بيومها، وحول اهتمامات السلطنة بالنبت الصالح أمل المستقبل، تدور ندوة اليوم. إيش هي مجالات مشاركتهم مثلا هناك؟ سوف يقوم أحد أطفالنا بإلقاء كلمة في إخوانه الأطفال، يعني راح يكون الاحتفال عبارة كمهرجان تجمع لأطفال الخليج. الخليج. لعل في إفاد بعض الطلبة إلى أبو ظبي للمشاركة في احتفالات يوم الطفل الخليجي. إيش شعورك في هذا الوقت؟ شعوري شعور كل طفل مسرور بهذا العيد.